سلام، وش حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا هانيين ومتهنيين، ان شاء الله راكم في صحه مليحه. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله لقطات من نهارات معايا. كيما ديما نقول لكم، هذا نهاري الاول اللي جبته لكم بالنحله هذه، شوفوا سبحان الله. الفيديو ديال اليوم راح يكون فيه هذا الخبز البنين ياسر ولا خفيف، صدقوني ريشه وسهل، ما خبز بالكابويا. الكابويا انا كانت عندي واحد 500 غرام كي كانت بالقشور، كي قشرتها ومن بعد باش وزنتها جاتني 350 غرام، حطيتها في شويه تاع ماء تغلي مع شويه تاع ملح، كي طيب نطفيو عليها نخليوها تبرد ونرحيوها. نحتاجو مغرف كبيره تاع سكر مع مغرف كبيره تاع خميره الخبز، نحتاجو كاس الحليب، نفس الكاس بعد اللي كيلت بيها انايا هز الزيتونه، درت ربع كاس تاع زيت زيتونه، وبياض بيضه الاصفر راح ندهنو به الخبز كي طيب. هذه هنا الكابويا، لي زانغغيديون راح تلقاوهم مكتوبين على الاخر كيما مورفين. الكابويا كيما قلت لكم كي بردت رحيتها، انا درتها في البيطخه الخبز تاع اليوم، نتوما تقدروا ديروا بيديكم كيما ديما نقول لكم. حطيت الفرينه تدي لكم ما بين 500 ل 600، وحطيت كميه تاع الجلانيه تقدروا ما تحطوهاش، انا نحبها تكون في الخبز باش نستفادوا منها مليح. العجينه كيما راكم تشوفوا فيها تجي طريه بزاف، راح نغبرها بشويه تاع فرينه باه نلمها. الفرينه تدي لكم واحد 500 حتى 600 غرام كل وحده والفرينه تاعها، المهم باه يجيكم خفيف بزاف. لازمكم تخليوه كيما نقولوا طري. هنا لقيت زيت له هنايا شويه تاع زيت، ما حبيتش نبقى نزيد الفرينه باش العجينه تاعي ما تجينيش ثقيله. نحطوها تخمر، بعد ما تخمر العجينه نحكموا لو بلون دو طرافاي، نرشوا عليه شويه فرينه وتشكلوا الخبز تاعكم كيما تحبوا نتوما. انا شفت بزاف في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي الانستغرام يديروا الكابويا على شكل كابويا، راني يعني درت لكم كعبه حتى انا جربتها برك، بصح صدقوني يعني صراحه ما عجبتنيش، تاخذ اليد بزاف وزيت تستنى وحتى تبرد باه تنحيوا الخيط هذاك، خدمه كبيره. ما لا شكلوه كيما تحبوا نتوما، انا درته شويه طويل ودرت الطرف الاخر في المول اللي نديروا فيه هذاك الكيك نورمال، وجات تهبل تهبل. هاد لاغوسات صدقوني خفيفه ياسر وبنينه وسهله. هنا راني نحل في الكبير باش نحطه في المول تاع الكيك اللي كنت فرشت له البابي كويسون، دوك تشوفوه تحطوه وتخليوه يخمر حتى هو كيف كيف. هاو هنا، وهذوك اللي من هي راح نديرهم خبزات يكونوا اطوال، ودرت لكم كعبه واحده برك الشكل تاع الكابويا هذاك، والفيديو راه يبين لكم كلش. بعد ما تكملوا تشكلوهم، انا ديما ندهن الخبز قبل ما يخمر، هذاك صفار البيض اللي خليناه حطيت له شويه حليب ودهنت به الخبز تاعي. وهنا نورمالمون نقص بعد ما يخمر، انا قصيده قبل ما يخمر ساعه ساعه العبد يدوخ، ما ديروش كيما انا، المهم نتوما خليوه حتى يخمر باه تقصوه كيما هكا. بعد ما دهنتو كيما شفتوني، ودوك نزيد نحط له من الفوق شويه تاع الزرار اللي عندكم، تحبوا ديروهم تحبوا ما ديروهمش، بيان سور قد ما ديروهم قد ما حاجه مليحه ليكم خير. نزيدو نعاودو نخليهم يخمروا المره الثانيه. هنا راني بعد ما وجدتهم دوك نحطهم يخمروا. بعد ما يخمروا الفور كان سخون على 190 درجه، شعلت له من الفوق وشعلت له تانا من تحت وحطيتهم يطيبوا. راهو ما ياخذش وقت بزاف انه يطيب، بيان سور كل وحده والفور تاعها. وهنا الوقت اللي كان الواحد الخبز تاعي كان يخمر، انا حطيت المقارونة هذه الطيب لغسيت، راهي كاينه في لاشان تالياتيلي، درتهم محشيين في الفور. بعد ما طابت المقارونة تاعي، هذا كان الغداء، هذا ما وجدتهم باش نحطهم في الكونجيلاتور كي نسحق الخبز يكون عندي طول واجد. هاو كيفاه جا بعد ما طاب، صدقوني ريحته تهبل، ميم لا كولور غاديه راهي تاع الكابويا، راني ما زدت له حتى شيء. اللي حب يولي الخبز تاعو شويه اصفر تقدروا تحطوا له الكركم. هنا راني نعدت لكم هذه الخبز اللي درتها كيما الكابويا بعد ما بردت خلاص.
تقصوا بالمقص برك الخيط هذاك وتجبدوه من تحت باش تجيكم سهلة. يعني صراحة جاتني فيها خدمة بزاف. نفضل انكم تديروها الشكل اللي تحبوه انتوما خير. حاجة بنينة وحاجة سهلة. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم وان شاء الله هتجربوه وتعطيوني رايكم في لي كومنتير. شوفوا من الداخل كيفاه جا خفيف وطري. كي جا خفيف وعجبني والله مسكين تساول معايا الخمسة دا. المهم باش نعتلكم كيفاه طري ملي خدمتو عقابو باش نعتلكم كيفاه جا. ان شاء الله باك يعجبكم. لزنق غديو ها هما ودركا نروحو لنهار التاني باش تشوفوني كيفاه عقبتو واش درت فيه. وهذا نهار تاني بعد ما وصلت بنتي للحضانة جيت درت فيها كويس ساعة الحليب ودرت لهم تانا بس كي حبيت نصهر شوية العشية درت لهم تيراميسو كيف كيف الغسات مربي. إن شاء الله لا منسيتش توك نخليها لكم من تحت في صندوق الوصف وتلقاوها الوصفة الأصلية تاع تيراميسو الوصفة الإيطالية. يعني بعد ما وجدت تيراميسو درت لهم تانا غسات سهلة خلاص باش نلقاوها تانا للعشاء وتكون خفيفة خاطر كنت راح نخرج هذاك النهار. دوك نخرج نديكم معايا قليت شويه فيون داشي بالبصل حندير حشو معدنوس وزيتون وفرماج لاباغي اللي تجي من الفوق راح ندير فيها ثلاث عظمات زوج مغارف كبار تاع ياغورت ناتور زوج مغارف كبار تاع الحليب ملح فلفل الكحل. وهنايا عندي البان دو مي اللي كنت حليته بالحلال ودرت المول دهنته بالزيت فرشت البان دو مي حطيت الحشو وديروا الحشو اللي تحبوه نتوما صبيت من فوقه هذاك العظام حتى العظام والحليب والياغورت ناتور يبقاو على حسب الكميه اللي راح تحطوها ولا راح نديروها نتوما والمول تاعكم. انا المول هذا هز لي ثلاث عظمات وزدت له عظمه واحده خلاف من وراه خاطر جاتني شغل قليله. تحطوه في الفور يطيب تشعلوا له غير من تحت السح حتى يولي تحسوه حمار من بعد تطفيه من تحت وتشعلوا له من الفوق باش يزيد يتحمر شويه. وعندنا كيش واجد بلاش ما ديروا لاباط. هنا حبيت نعطيكم برك الورد تاعي اللي يعرفوني نورمالمون على بنموت على الورد وعلى النبار. والحاجه اللي نحبها ياسر اني نجفف الورد انا اللي نجفه في الدار وشوفوا كيف يقعد كيما راه. دركا راح نخرج ونديكم معايا.
وكانت هذه الجولة الخفيفة، إن شاء الله تكون يا ربي عجبتكم. بعد ما روحنا وتعشينا درت لهم هاد السهرية كما شفتوني، شوية تعتاي، طرف تاع تيراميسو، شوية فراز بالشوكولا، أو شو نقولكم روعة. والسهرة كانت مع الحفلة تراغ بعلامة، روعة روعة روعة، عجبنا سهرية مليحة. إن شاء الله يا ربي تكونوا استفدتم من الفيديو تاع اليوم، إن شاء الله يا ربي يكون عجبكم. ما تنساوش ديروا لي جيم إذا عجبكم الفيديو، لي كومونتير تاعكم وشوية تشجيع من عندكم باش نعود ديما نبارطاجي معاكم، خاطر كي ما تشجعونيش ما تجينيش هذيك لونفي نصور ولا نحط لكم فيديو. ان شاء الله يا ربي يكون الفيديو تاع اليوم عجبكم. انا نقول لكم تهلاو في رواحكم وبزاف بزاف في صحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعات الخير. انا نقول لكم قاول خير، تشاو تشاو.